بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان حاجة العبد إلى عبادة الله والاستعانة به: لا بد للنفس من شيء تطمئن إليه وتنتهي إليه محبتها وهو إلهها، ولا بد لها من شيء تثق به وتعتمد عليه في نيل مطلوبها وهو مستعانها، سواء كان ذلك هو الله أو غيره. وإذا كان غير الله فقد يكون عاما وهو الكفر، كمن عبد غير الله مطلقا وسأل غير الله مطلقا، مثل عباد الشمس والقمر وغير ذلك الذين يطلبون منهم الحاجات ويفزعون إليهم في النوائب. وقد يكون ذلك خاصا بالمسلمين، مثل من غلب عليه حب المال أو حب شخص أو حب الرئاسة حتى صار عبد ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن منع سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. وكذلك من غلب عليه الثقة بجاهه وماله بحيث يكون عنده مخدومه من الرؤساء ونحوهم، أو خادمه من الأعوان والأجناد ونحوهم، أو أصدقائه، أو أمواله هي التي تجلب المنفعة الفلانية تدفع المضرة الفلانية، فهو معتمد عليها ومستعين بها، والمستعان هو مدعو ومسؤول. ويقصد الشيخ رحمه الله بهذا الكلام الذين يعتمدون على الأسباب ويغترون بحولهم وقوتهم وينسون الخالق الذي هو مسبب الأسباب. وهذا كثير في الناس اليوم، تجدهم يغترون بإمكانياتهم وتقنياتهم ويعجبون بها، إلى حد أن يقولوا: قضينا على الأمراض، قضينا على الجوع، قضينا على الفقر، إلى غير ذلك من العبارات القبيحة، فلا يعترفون بنعمة الله عليهم ويقرون بفقرهم وحاجتهم إليه. وقد يسندون المصائب والكوارث التي تصيبهم إلى ظواهر كونية وأمور طبيعية، فلا يلجؤون إلى الله ويتضرعون إليه، كما قال الله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وما أكثر هذا النوع في أهل هذا الزمان إلا من رحم الله. ثم بين الشيخ رحمه الله العلاقة بين العبادة والاستعانة، فقال: وما أكثر ما تستلزم العبادة الاستعانة، فمن اعتمد عليه القلب في رزقه ونصره ونفعه وضره خضع له وذل وانقاد وأحبه من هذه الجهة، وإن لم يحبه لذاته لكن قد يغلب عليه الحال حتى يحبه لذاته وينسى مقصوده منه، كما يصيب كثيرا ممن يحب المال أو يحب من يحصل له به العز والسلطان. وأما من أحبه القلب وأراده وقصده فقد لا يستعينه ويعتمد عليه إلا إذا استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه، كاستشعار المحب قدرة المحبوب على وصله، فإذا استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه استعانه، وإلا فلا. فالأقسام ثلاثة: قد يكون محبوبا غير مستعان، وقد يكون مستعانا غير محبوب، وقد يجتمع فيه الأمران. فإذا علم أن العبد لا بد له في كل وقت وحال من منتهى يطلبه هو إلهه، ومنتهى يطلب منه وهو مستعانه، وذلك هو صمده الذي يصمد إليه في استعانته وعبادته، تبين أن قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، كلام جامع محيط أولا وآخرا لا يخرج عنه شيء. وصارت الأقسام أربعة: إما أن يعبد غير الله ويستعينه وإن كان مسلما،
فالشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. ويقصد الشيخ رحمه الله العبادة والاستعانة اللتين لا تصلان إلى حد الشرك الأكبر كالرياء، فإنه شرك أصغر وهو شرك خفي، وإما أن يعبده ويستعين غيره مثل كثير من أهل الدين يقصدون طاعة الله ورسوله وعبادته وحده لا شريك له، وتخضع قلوبهم لمن يستشعرون نصرهم ورزقهم وهدايتهم من جهته من الملوك والأغنياء والمشايخ. وأما أن يستعينه وإن عبد غيره مثل كثير من ذوي الأحوال وذوي القدرة وذوي السلطان الباطن والظاهر وأهل الكشف والتأثير الذين يستعينونه ويعتمدون عليه ويسألونه ويلجأون إليه، لكن مقصودهم غير ما أمر الله به ورسوله، غير اتباع دينه وشريعته التي بعث الله بها رسوله. والقسم الرابع الذين لا يعبدون إلا إياه ولا يستعينون إلا به، ثم بين رحمه الله وجوب اختصاص الخالق بالعبادة والتوكل عليه، فلا يعمل إلا له ولا يرجى إلا هو، فهو سبحانه الذي ابتدأك بخلقك والإنعام عليك بنفس قدرته عليك ومشيئته ورحمته من غير سبب منك أصلا، وما فعل بك لا يقدر عليه غيره. ثم إن احتجت إليه في جلب رزق أو دفع ضرر فهو الذي يأتي بالرزق ولا يأتي به غيره، كما قال تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. وهو سبحانه ينعم عليك ويحسن إليك بنفسه، فإن ذلك موجب ما تسمى به ووصف به نفسه، إذ هو الرحمن الرحيم الودود المجيد، وهو قادر بنفسه وقدرته من لوازم ذاته، وكذلك رحمته وعلمه وحكمته لا يحتاج إلى خلقه بوجه من الوجوه، بل هو الغني عن العالمين، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. لا يفعل شيئا لحاجة إلى غيره، وهو سبحانه بالغ أمره، فكلما يطلب منه سبحانه فهو يبلغه ويناله ويصل إليه وحده، لا يعينه أحد ولا يعوقه أحد، لا يحتاج في شيء من أموره إلى معين، وما له من المخلوقين ظهير، وليس له ولي من الذل. وبهذا القدر نصل إلى نهاية هذه الحلقة، فإلى الملتقى إن شاء الله في حلقة قادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.